اعتبروا هذا الحدث مناسبة جمعيات الوطنية للتأكيد على أهمية الإنسانية التي تقدم من مجال الإنساني، كما أنها مناسبة لحشد الدعم والمناصرة. ويتم تخليد اليوم العالمي لهذه السنة تحت شعار كن لطيفا، كما تعلمون ونحن في السنة الثالثة على التوالي في سياق تصدي لجائحة كوفيد-19 التي أصابت البشرية بأسرها بشدة. وفي هذا الإطار قد حشد جمع المجتمع الدولي جهوده لمكافحة انتشار هذا الوباء